في مجال الطاقة الدكتور علي البكري، مرحبا بك معنا سيد علي. وأخيرا العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير قطاع الكهرباء، ما هي قراءتك لهذا التطور وهذه الاتفاقية تحديدا؟ تفضل. مساء الخير. الحقيقة هاي كانت خطوة منتظرة، يعني انتظرها كل العراقيين. نعم. انه اكو توجه جدي رغم انه ما وصلت الى مستوى الاتفاقية، حاليا هي مجرد مذكرة تفاهم، واحنا سمعنا بكثير من مذكرات التفاهم في الحكومات السابقة. نتمنى ان تكون مذكرة التفاهم الحالية يعني تاخذ طريقها، ونتمنى انه بعض الدول الكبرى اللي راح تتضرر مصالحها من الاتفاق مع المانيا انه يكون القرار العراقي في هذه المره هو القرار الاعلى والمسيطر، لان هذه المذكره الحقيقه هي خطه متكامله للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركه سيمنز في القطاعات الثلاثه، هي قطاع الانتاج وقطاع النقل العفو وقطاع التوزيع وقطاع النقل. وبالتالي المذكرة تتضمن عقد طويل الأجل. نعم. يعني لتأهيل وصيانة، وهذا طبعا راح يوفر لنا من الأسعار التخمينية أو الكلف التخمينية بما يعادل 20% من خلال هذه الاتفاقية، وتمثل كذلك انسيابية في عمل وزارة الكهرباء. الحقيقة هذه الاتفاقية تذكرنا في الاتفاقية مع الحكومة المصرية من أجل توفير 14500 ميجا وات، وحلت مشكلة مصر خلال 3 سنوات ومبلغ زهيد جدا يصل إلى 5 مليار دولار، وحلت المشكلة بمصر. إحنا حاليا بالاتجاه الصحيح والمباشر بالتعاقد مع شركة رصينة لديها أعمال في أكثر من 180 دولة بالعالم، وما حد يشكك بهذه الشركة، بس لدينا تحفظ بسيط. هذا التحفظ نتمنى. طيب سيد علي، الكهرباء أكدت وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي أكدت أن المذكرة ستضيف 6000 ميجاوات إلى طاقة العراق، هل هي كافية لحل هذه المعضلة التي نعيشها الآن؟ طبعا يمتى تكون كافية أختي العزيزة؟ 6000 ميجا وات العراق حاليا يعني اللي يكفيه إذا استخدمنا التقنين والسيطرة والتخلص من الضياعات، كنا على ثقة 30000 ميجا تكفي. هسه حاليا العراق وصل إلى 22000 ميجا. الغاز الإيراني والاستيراد الخطوط الأربعة من جارة إيران وكذلك من تركيا يعني 500 ميجا، ومن الخط الأردني اللي ما يكفي يعني بالفترة الزمنية بالتجهيز ما يكفي أكثر من 8 دقائق الحقيقة بالنسبة لتجهيز العراق 150 ميجا، كذلك الخط السعودي المزمع. هاي كلها باكج متكاملة، يعني الكثير من الدول توفر طاقات بس الطاقة الفائضة ترسلها الدول. هسه احنا حاليا نريد نكتفي ذاتيا، يعني طبعا هي غير كافية 6000 ميجا، إذا انضافت لها 1000 ميجا وات مع الطاقة الشمسية بنوعيها، استخدام الطاقة الشمسية المباشرة والحرارية كذلك، يعني عن طريق الألواح الشمسية أو عن طريق المركزات الحرارية. وكذلك لا ننسى احنا عندنا عقد مع شركة توتال وشركة مصدر في جنوب العراق ومناطق أخرى من العراق لتوفير 7500 ميجا وات. وبالتالي إذا كل هاي الباكج من الحلول تكاملت راح يكون عندنا منقول فائض من الطاقة، بل راح نكتفي يوصل التجهيز إلى 20 ساعة. سيارة رئيس الوزراء الحقيقة ركز على نقطة أخرى، أنه أعمال الصيانة راح تكون خلال هاي 6 أشهر الحالية. هاي أعمال الصيانة إحنا الحقيقة لأول سنة من السنين يعني مقارنة بالأعوام السابقة وبالحكومات السابقة، أنه يكون مثل هكذا توجه وتهيئ وتحسب للصيف. يعني إحنا ندري أنه الشتاء العراقي نوعا ما يكون حار، يعني حاجة مو ماسة مثل الصيف. يعني بالصيف حاجة العراق تتضاعف مرة ونص بالنسبة لحاجته بالشتاء. رغم ذلك
احنا عندنا اكو حلول اخرى. يعني طيب نبقى في توصيات السيد السوداني لو سمحت لي استاذ علي. نعم. نبقى في توصيات السيد السوداني. السيد السوداني دعا الشركات الالمانيه الى الاستثمار في الغاز المصاحب وايضا الطبيعي في حال تحقق ذلك، ما فائده العراق من ذلك تحديدا؟ شنو الاستفاده؟ نعم اكيد، يعني الشركات الالمانيه تريد، طبعا الشركات الالمانيه لها سمعه كبيره، هسه انت عم تسمع بضاعه المانيه في السوق اكيد تحمل معاها جوده الكواليتي والرصانه والموثوقيه اضافه الى العمر الطويل. فالشركات الالمانيه من صالحها حاليا انه تجد موطئ قدم في العراق، لا سيما ان المانيا حاليا تمر بازمه كبيره من الطاقه بسبب الحرب الاوكرا الروسيه. هاي الحرب اللي وقعت بعض أوزارها على ألمانيا، لأن ألمانيا كانت تعتمد من 40 إلى 50% في التدفئة في الشتاء وفي استخدام الطاقة على النفط، أكثر من 2.5 مليون برميل، يعني من 2 إلى 1.5 مليون برميل نفط. نعم. إضافة إلى أنه من كل شقتين في ألمانيا أكو شقة تدفئ بالغاز الروسي. فإذا العراق حاليا لديه خزين استراتيجي من الغاز يصل إلى 132 مليار أو تريليون، عفوا 132 تريليون، والتريليون هو 1000 مليار، 132 تريليون قدم مكعب. هذه الكمية الهائلة تكفي للعراق لتشغيل المحطات الحالية اللي معتمدة على دول الجوار واللي معتمدة من خلال مصدرها الرئيسي، أولا الغاز المصاحب اللي دا يحرق واللي يشكل ثاني دولة بالعالم في حرق الغاز المصاحب بعد روسيا. طيب. العراق طبعا يعتبر ويساهم 12% في تلوث البيئة بالنسبة لحرق الغاز المصاحب. كذلك عندنا مكامن غازية إضافة للغاز المصاحب للعمليات الاستخراج النفطية. عندنا حقل الغاز النفطي في غرب العراق، حقل هائل جدا اللي مستكشف من عندما يتجاوز 50%، 50% في طور الاستكشاف. كذلك الحقول في شمال العراق. إذا العراق عائم على بحيرة كبيرة من النفط والغاز، تحتاج فقط الإرادة والتصميم من أجل استخراجه من خلال التعاقد مثل هكذا شركات رصينة. بس نتمنى هذه الشركات الرصينة تعمل في العراق في يعني بذاتها، ما تعطيها إلى مقاولات ثانوية وبالتالي. طيب سيد علي، يعني لنتحدث عن ردود الفعل الخارجية. الجميع يعرف أن توجه العراق نحو شركة سيمنز يقابل دائما بممانعة أمريكية، كيف تتوقع أن تكون ردة فعل واشنطن تحديدا؟ أنا متأكد أكو ردة فعل. إحنا نتذكر قبل 2019 الحقيقة من زمن حكومة السيد عادل عبد المهدي، نعم، الاتفاقية الصينية كانت معارضة كبيرة لاتفاقية الحزام والطريق، وكذلك العقد مع شركة سيمنز. بالمناسبة احنا لحد الآن ترى اليوم هي مذكرة التفاهم، يعني احنا صحيح متفائلين ولكن قابلة للتنفيذ. نتمنى انه تفاؤلنا يختتم بتوقيع اتفاقية. من نسمع اتفاقية توقعت ذاك الوقت نقول احنا على الطريق الصحيح. احنا حاليا في اتجاه الطريق الصحيح. نعم. بس نريد الاتفاقية. مذكرات تفاهم كثيرة توقع ولا تنفذ. نتمنى أن توقع مذكرة التفاهم هذه، وهذه مذكرة التفاهم أكيد 100% راح تلاقي عقبات كثيرة ومعارضات كبرى قد تكون ذات اتجاه مالي أو سياسي. بس إن شاء الله نتمنى انه تكون الاراده الحقيقيه لسياده رئيس الوزراء، واحنا متاكدين منها، تصب في مصلحه الشعب، وهذا مؤكد لان الرجل مجرب صاحب يد بيضاء في الحكومات السابقه والحاليه. واعتقد مصلحه الشعب عندما تكون في نظر المسؤول او القائد هي الاعلى. نعم. وبالتأكيد أن التوجه نحو الدول الرائدة أمر هو إيجابي، لكن هناك اتفاقات لم تجد طريقة تنفيذ ومنها الاتفاقية الصينية، ما لازم فعله لعدم تكرار نفس السيناريو؟ نعم، العفو أعيد السؤال شوية، الصوت مو واضح. نعم،
سألت حضرتك قبل قليل، بالتأكيد أن التوجه نحو الدول الرائدة هو أمر إيجابي، لكن هناك اتفاقيات لم تجد طريق التنفيذ، ومنها الاتفاقية الصينية، بل لازم فعلها لعدم تكرار نفس السيناريو. أكيد أحسنتي، هو تكملة لإجابتنا السابقة. الإرادة الحقيقية عندما يكون القائد من أبناء هذا الشعب وابن الشهداء وعاش معاناة هذا الشعب، أكيد راح يكون توجهه مع الشعب بعيدا عن الضغوطات السياسية سواء كانت خارجية أو داخلية من دول جوار أو من دول عالمية كبرى. احنا ندري الأمريكا يعني تدعي أنه ساهمت في تحرير العراق وكذا، احنا نقول في تحرير العراق وفي تدمير العراق في نفس الوقت يعني، فلذلك هي مو صاحبة فضل على العراق. نعم. بالمناسبة يعني فإذا تريد العراق يبقى رهينة بيدها لازم أكون هناك إرادة سياسية بيد قادة هذا الشعب، هذا الشعب اللي تحمل أكثر من 20 سنة 20 عام عمر كامل يعني عقدين من الزمن، فلذلك يجب أن يكون هنالك نقطة ضوء في نهاية النفق. والحمد لله أنا اليوم ألاحظ أو أرى نقطة ضوء كبيرة في نفق ملف الكهرباء اللي إن شاء الله يعني بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة. نعم. إذا شركة سيمنز جت بكامل كوادرها تعمل في العراق وليس عن طريق وسطاء، وإذا تم توقيع الاتفاقية لأن لحد الآن هي مذكرة تفاهم. وضحت الفكرة. الخبير في مجال الطاقة الدكتور علي البكري، جزيل الشكر لوجودك معنا في الحصاد.